خليك بدي هاي لا فزح معك حط لهم بدي مباشرة عبر موقع يور ستار كل النجوم وشيماء عم تعمل بروفا خبرنا كيف على الأجواء كثير حلوة كثير مبسوطين نحن اليوم بالأردن ومثل ما شايفين قاعدين نحضر بروفا إن شاء الله تكون الحفلة كثير حلوة حيكون في مفاجأة كمان لشيماء حضرتها على المدرج الروماني عرفنا حيكون في مفاجأة صح. على المدرج الروماني خلينا نقول عبر موقع يور ستار لأنه حتكون نقل على الموقع يعني حتكون أغنية مهدات للأردن للأردن للشعب الأردني رح تسمعوها شو اسمها حصريا على الموقع يور ستار؟ اسمها يا دار يا دار بحسين موقع يور ستار يا دار يا دار على يور ستار اللي أول سطر منها منور عيني هي هي إذن أعزائنا المشاهدين من موقع يور ستار نحن بنقل مباشر فنان شيماء هلالي بروفا بالغرفة 805 يا احلى السهر بالليل